السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبود من قناة عبد الرحمن يوسف. وبهذا الفيديو زي ما انتم شايفين راح نفتح علبة بيبتل، او حتى هي مش بيبتل، هي اسمها تورنيدو بيرست. هم جايبين بس هاي البيرست، جايبين الشعار وحطينه على كلمة تورنيدو. فهاي العلبة يعني في بلابل مش اصلية من النيو بوي، بس هاي مش اصلية درجة اولى، فش يعني الحديدة. طلع شايفين الديسك بيضوي مش دائري وما في وزن اصلا. فأنا كنت هيك قاعد بتجول بالمحل ولا بلاقي هاي العلبة، طبعا بعشر دراهم يعني دينارين بالأردن، لقيتها وجبتها. حكيت يلا بفتحها، طبعا جهازين إطلاق ومش أصليات. وزي ما انتم شايفين هنا تورنيدو، جايبين شعار WBBA أو إشي زي هيك، هذا الأخضر اللي ورا، وحاطين كلمة تورنيدو، ملونين البيرست. طبعا هون حاطين بلبل لهيب المانجا، بس ليش حاطينه؟ لانه في علبه بتيجي بلهيب المانجا بس لون ثاني، بس انا ما جبتها. طبعا انا شفت هذولا بس ما جبتهن، بس كان لهيب المانجا بس بلون اصفر وملون زي هيك. شوفوا هالعلبه من ورا، هون الحلبه حمراء وهي اصلا زرقاء. هذا الدرايفر الاصفر بتاع خفاش الليل، وهاي اللاير تاعت الكلب المتوحش او بتشبهها كثير، وهاي اللاير زي الخادم المتوحد وبس. ويلا نبدا بفتح العلبه، وطبعا معنا المقص. فيلا نفتح العلبه. طبعا العلبه لازم تتمزع، بس هاي المره ما مزعناها. شوفوا هسه الحركه الاسطوريه، 1 2 3. علبة كب، ها شعار تورنيدو بيرست طبعا كب، وهاي العلبة جهازين اطلاق وريبكوردين. خلينا نبدأ اول اشي باجهزة الاطلاق. طبعا اول قطعة واللي هي الريبكورد، وهاي الريبكورد نفسها. خلي المقبض على جنب هذا، نفتح واحد بس هيك نجربه. اسمع الصوت لما تفوت الريبكورد، صعب كثير، ودوران طبعا مش حر، بس بنقدر نخليه حر. شوفوا لما تفوت صعب كثير لما تشدها. وطبعا هاي اذا بدك تحط له لانشر جريب او اشي من هون ومن هون. وهاي طبعا الحلبة صغير كثير. اول اشي نبدأ بالبلبل البرتقالي، بعدين البلبل الثاني. اول قطعة واللي هي اللاير، وهاي اسنان البلبل طبعا ضعاف كثير. وثاني قطعة واللي هي الديسك، طبعا خفيف كثير، بس حاس فيه ثقل شوي من هون، بس الحديد مش اصلي جدا. شوفوا تجاعيد، شوفوا الحديد قاعد بيجي على اصابعي اصلا. وثالث قطعة واللي هي الدرايفر، طبعا مش دوران حر زي تاع التنين المدمر، بس مش دوران حر. خلينا نركب البلبل ونشوف قوة اسنانه. اسمعوا الصوت بس، ما في اسنان زي السلوبس. اسمعوا، ما في خلص، هيك بس زي السلوب سيك، اضعف بكثير. والبلبل الثاني عندنا اللاير اللي بتشبه الكلب المتوحش، زي ما انتم شايفين في غلط هيك بالنص. اوه هذول مبينات قويات شوي، شوفوا كيف مبينات قويات. هس خلينا حماس. وهي طبعا اوه ثقيله، اثقل من اللي قبل زي ما انتم شايفين. حرف ام، شو يعني ام؟ المهم هاي هي الحديده، درايفر خفاش الليل. نعمل مقارنة سريعة بينه وبين درايفر خفاش الليل. بتحسوهم نفس الاشي، نفس التصميم، بس اجنحة خفاش الليل اطول هيك بشوي، او الاثنين نفس الاشي، بس اكيد الثقل غير والزنبركات غير وكل اشي غير. يعني نفس تصميم الشكل بس مش نفس المواصفات. فخلينا نركب البلبل نفس اللي قبل بس اقوى بشوي صغيرة. اوه هذول مبينات قويات شوي، شوفوا كيف مبينات قويات. اسمعوا الفرق، هذا الازرق البلبل الازرق، وهذا البلبل. شوفوا اول ما مسكته انفكها. نجرب الحلبة واجهز الاطلاق الاثنين الجداد. اول بلبل، الجهاز ضعيف كثير. نعمل نزال بيناتهم، تخيلوا كمية البيرست اللي راح تيجي بالحلبة الأصلية. هسا راح نجيبها كمان شوي، فخليكم متابعين المقطع. 3 2 1 جو شوت، ما في مكان أطلق. 3 2 1 يا حبيبي، هي طلع برا الحلبة. خلينا نجيب الحلبة الأصلية أحسن لنا. طيب رجعنا بالحلبة الوحش الضخم،
ونعمل نزال بيناتهم بالحلبة هاي. 3 2 1 جو شوت. تلقي الخادم المتوهج اللي مش اصلي مع الكلب المتوحش المش اصلي. مين هو اللي راح يطلع الثاني؟ بيست فينش. لا شو بدنا نسميه؟ اقترحوا اسامي. اسم البلبل الازرق شو بدكم تسموه؟ اكتبوا بالتعليقات. والبلبل البرتقالي شو بدكم تسموه؟ اكتبوا بالتعليقات. اللي راح يفكك الثاني اكثر البلبل الازرق اللي هو هوف، لانه اسنانه قويه شوي هيك 10% من الثاني. نزال ثاني. يلا درايفر البلبل الازرق زي تاع خفاش الليل، بس ايش في هجومي؟ واحد واحد النتيجة وللثلاث. يا جماعة أول ما أمسك البلابل أركبها بالمقبض بنفكوا عطول، لازم تمسكوهن بسلاسة. يلا 3 2 1 جو. يا حبيبي طبعا الريبكورد صعب إنها تفوت بجهاز الإطلاق، لأنه زي ما أنتوا شايفين هيك في كبار كثير، الفوكس مش راضي يزبط اليوم. 3 2 1 جو شوت. جو شوت. يلا مين اللي راح يفوت معانا لليوم؟ بلابل غير متوازنين وبيرس فينش للبلبل الازرق كما توقعت. شوفوا كم ضرب، كم كليك، ثلاث، كمان شوي خلص انفك زي ما انتم شايفين انفك. فبس هيك بنكون وصلنا لنهايه المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس. وبس كان معكم عبود من قناه عبد الرحمن يوسف، ومع السلامه. بس قبل ما نغادر نجرب جهاز الاطلاق هذا على المنجل الجارح. منورنا فيديو اليوم دامر، اهلا وسهلا. وان جو شوت. بتحسوه قوي بس على البلابل مش قوية، على البلابل اللي مش اصلية مش قوية. هو الجهاز هيك قوي شوي مع انه مش اصلي بس قوي. متوسط يعني. وبس هيك بنكون وصلنا لنهاية المقطع، ومع السلامة. بس قبل ما نغادر بدنا نجرب يا حبيبي انزل.